مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه في انطلاقه اشواط صباح هذا اليوم وشوطنا الخامس من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، خامس اشواطنا والخاص هنا بالزمول. اذا من هجن اصحاب السمو الشيوخ نسير معكم إلى الصدارة، نتابع معدي من هجن سيح السلم بقيادة حمد بن علي العويسي من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة، بينما شاهين على المركز الثاني وشاهين كذلك على المركز الثالث. من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي وعلى المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلق الساعي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، ولكن أرى التسلل من شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. أما المركز الخامس فالقادم بارود هنا من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري، من يقدم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز الوصول من قبل ذيبي من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يأتينا سادسا المركز السابع الساعي لسم هو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز الثامن، المركز الثامن الدقل لسم هو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان مع عامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي في تضميره الوصول هنا على تاسع المراكز. والقادم ملبي من هجن الرئاسة بقيادة السلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، ومن الجانب الآخر هناك الانطلاق والتحدي من هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم بهذه الانطلاقات وتحدياتنا هنا المستمرة على أرضية هذا الميدان وسابع أيام هذا المهرجان. ونقترب رويدا رويدا إلى الختام. نتابع مشاهدينا الكرام، معدي لا زال على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور لهجن سيح السلم بقيادة حمد بن علي العويسي مضمر خمس نجوم، من يتابع على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا بارود القادم من الشحانية هنا بقيادة سالم بن فاران من هجن الشحانية، وقادم من الشحانية للمنافسة والظفر بالفوز وبالناموس. هناك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع هنا الذيب من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، يقدم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء. أرى الوصول من الدقل، الدقل يأتي من مركز إلى مركز في خامس مراكزنا في هذه اللحظات لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وعامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي، من يتابع التسلل من الجانب الآخر. هنا وصل البحتري بأول ندى من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي، من يقدم لنا البحتري بهذا الأداء المميز الجميل. وعلى المركز السابع، المركز السابع ملبي هجن الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، وثامن المراكز وتاسعها شاهين وشاهين هجن العاصفة، بينما المركز العاشر المنطلق هناك هملول هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي. هذه هي النتيجة. وثاني نداء للمراكز العشرة الأولى نذيعها على حضراتكم في مسيرة أشواط هذا الصباح وخامس أشواطنا. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى معدي على الصدارة. معدي لا زال يسيطر على زمام الأمور وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. معدي المنطلق هنا من هجن سيح السلم بقيادة حمد بن علي العويسي، من يقدم على الصدارة وعلى المركز
الأول، بينما المركز الثاني بارود، بارود من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري من يقدم على المركز الثاني، وشاهين في المركز الثالث هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع هنا ياتي الذيب هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم رابعا وخامسا البحتري هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يمي اللهيبي هنا مع منتصف المسافة لوحة 4 كيلومترات من غادرناهن. هنا الصدارة المقدمة، ولكن نعود هنا نتابع الدقل ما يأتينا على المركز السادس. هنا نكمل نداءنا لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ويتابع عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي، ومن الجانب الآخر هملول هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللهيبي، ولكن أرى متسلل من شاهين من تسلل في هذه اللحظات هجن الرئاسة والظافر علي بن يمي اللهيبي. يتابع هناك ملبي من يأتينا على المركز الثامن في هذه اللحظات، هنا من هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم اللهيبي، وتاسع المراكز شاهين هجن العاصفة، وعاشرا كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. ها هي النتيجة، للـ10 المراكز الأولى. وفي طريقنا مشاهدينا الكرام إلى حزام الغابات، ولا زال معدي هو المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. معدي هنا من هجري سيح السلام المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة مع أبو زايد هنا في التضمير حمد بن علي العويسي، تابع على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني بارود، بارود من هجن الشحانية، قدم الذهبي سالم بن فران المري هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء، وشاهين على المركز الثالث هجن العاصفة مع غياث الهلالي. أرى الوصول، أرى الوصول من شاهين المتسلل من مركز إلى مركز، يأتينا على المركز الرابع هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يميل لوهيبي، وكذلك البحتري هنا أيضا من هجن الرئاسة مع علي بن يميل لوهيبي، من يأتي على المركز الخامس وسادس المراكز الذيب هجن الرئاسة بقيادة هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يأتي سادسا الدقل في المركز السابع، الدقل من يأتينا على المركز السابع لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وعامر بن محمد بن عبيد بو عقر المزروعي في تضميرة، من ينطلق هنا بهذه التحديات ملبي يأتينا على المركز الثامن. ملبي من هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من يقدم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء شاهين، وشاهين قادمات هنا في المركزين التاسع والعاشر هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وفي طريقنا هنا جاوزنا المنعطف في الأخير هذه اللحظات، هو 2 كيلومترات ومدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية، ما تبقى على المجريات وأحداث هذا الشوط، ولا زالت الصدارة من صالح معدي على صدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول من هجني سيح السلام بقيادة شاعرنا حمد بن علي العويسي من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني بارود، على المركز الثاني بارود هجن الشحانية هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا مع سالم بن فران المري في التضمير. المركز الثالث شاهين، شاهين على المركز الثالث هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الرابع الوصول على المركز الرابع هنا شاهين، خامسا ملبي البحتري القادم بهذا الأداء المميز الجميل. الله الله، هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل لوهيبي، وهنا
الوصول مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة من الذيب هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير. الله الله خماسية جميلة تنطلق بهذا الأداء وبهذا التحدي بقيادة بارود على صدارة بارود على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بارود هنا يفتتح في هذه اللحظات الكيلومتر الأخير. بارود بارود هجن الشحانية بقيادة هنا المضمر سالم بن فران المري من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن أرى شاهين المتسلل من الجانب الآخر. هجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن يمي اللوهيبي. الله الله هنا يأتي البحتري على المركز الرابع هنا من هجن الرئاسة، نعم مع ايضا علي بن يميل لوهيبي وملبي القادم، ملبي 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 القادم بهذه الانطلاقه وهذا الاداء. هجن الرئاسه مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، ولكن الصداره والمقدمه. الله بهذه اللحظات شاهين يتسلل من هجن العاصفه مع غياث الهلالي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول. ينطلق صدارة هذا الشوط وبالفوز وبناموس. تهانينا لهجن العاصفة على فوز شاهين بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول ولحظة وصوله إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني يأتينا ملبي في المركز الثاني هنا من هجن الرئاسة. مركز الثالث وصل البحتري من هجن الرئاسة. المركز الرابع يأتينا هنا مسموح من هجن الشحانية. المركز الخامس بارود أيضا من هجن الشحانية. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نهى على حضراتكم، نعود أهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين ب 12 دقيقة 46 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي على هذا الفوز. ملبي سجل 12 دقيقة 47 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم لهيبي. بينما البحتري من حل على المركز الثالث قاطعا المسافة ب 12 دقيقة 48 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن يمي اللهيبي، تهانينا للجميع.